يا من ملكت الأرض عشق والسماء. فرقة الإمام المنتظر المزمع مشاركتها في مهرجان أمير النحل الإنشادي الخامس بمأتم المرخ. تأسست عام 1989 في منطقة المالكية، ويبلغ عدد أعضائها 15 منشدة. تعتبر من أولى الفرق التي بادرت بإدخال عنصر الهرمونيات في الإنشاد الحي، بل وتميزت بذلك، كما يشهد لها لجان التقييم في مسابقات عدة بتناغم الأداء الجماعي وتميز الأداء الفردي. أهم إنجازاتها الفوز بالمركز الأول في دورتين من مسابقة الإمام علي بن الحسين عليه السلام الإنشادية، والفوز بالمركز الثالث في النسخة الأخيرة من مهرجان الزهراء الإنشادي.